أهلا أعزائي المشاهدين، أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور، وحديثنا في هذه الحلقة دعوة المسيح لكل متعب. هذه الدعوة موجهة أيضا لك شخصيا. اسمحوا لي في البداية أن أقرأ من بشارة متى في الإنجيل المقدس إصحاح 11 مبتدئا من آية 28. مكتوب: أو قال يسوع المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. يبارك لنا الرب كلمته على مسامعنا. إخوتي وأخواتي، هذه الدعوة دعوة ملوكية. البشير متى بيكتب لليهود عن المسيح الملك، وطبعا المسيح بيتكلم لرعايا الملكوت في مبادئ عظيمة جدا، مبتدئا من العظة على الجبل في إنجيل متى إصحاح 5 وإصحاح 6 وإصحاح 7.